قدم خالد أوراق ترشحه للمنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، حيث سينافس للحصول على مقعد ضمن المئة التي خصصت للمستقلين. يعني محافظة زي محافظة الجيزة مثلا خدت 8 كراسي فردي، لو قلنا ان 8 كراسي فردي دول اتقسموا على 4 دوائر كان افضل من ان هم يبقوا الجيزة كلها دايرة واحدة، كانت هتخلي المجال افضل يعني، وهتدي ان كل الناس تجتهد. اقرار نظام القائمة الحزبية المطلقة دفع احزابا من مختلف التيارات الموالية والمعارضة الى البحث في امكانية تشكيل قائمة حزبية واحدة في ظل صعوبة حصد اي حزب منفردا للعدد المطلوب من المقاعد المئة التي خصصت للقوائم. الأحزاب التي تدخل في القائمة من اتجاهات متعددة، وطنية وليبرالية ويسارية، هذا الائتلاف الذي نسعى لتكوينه هو ائتلاف انتخابي وليس ائتلاف سياسي، وبالتالي مهما تكونت القائمة ففي داخل المجلس يعبر كل حزب عن مواقفه الأساسية. إقرار مجلس الشيوخ جاء بتعديل دستوري أعاده إلى الحياة السياسية بعد إلغائه في العام 2014، حيث سيتكون المجلس من 300 عضو يعين رئيس الجمهورية ثلثهم، فيما الثلث الثاني ينتخب من خلال قائمة حزبية، ومستقلون يتنافسون على الثلث الأخير من المقاعد. مجلس الشيوخ وفق اختصاصاته اللي نص عليها الدستور وحددها القانون، خلينا نقول إن هو مجلس استشاري، لكن هيكون له دور معاون في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل بتضمن حسن الدراسة والمناقشة. ويستمر استقبال طلبات المرشحين حتى 18 من الشهر الجاري، بينما ستجرى الانتخابات بجولتيها خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين. غرفة ثانية للسلطة التشريعية في مصر بدأت في التشكل مع أول أيام بدء قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي سيعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه، بينما ستتنافس الأحزاب والمستقلون على ثلثي المقاعد المتبقية. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.